كيف رفرف العلم الأمريكي على سطح القمر رغم افتقار القمر للهواء وللغلاف الجوي؟ إن أكثر الحجج شيوعا ضد حقيقة صعود البشر للقمر تتلخص في سؤال شائع يسأله المشككون دائما، وهو كيف رفرف علم الولايات المتحدة الأمريكية على سطح القمر رغم افتقار القمر للهواء وللغلاف الجوي؟ يظن من يطرحون هذا السؤال إنهم يكشفون حقيقة كذب وتدليس وكالة ناسا، لذا سنسرد في هذا الفيديو محاولتنا للإجابة عليه بطريقة بسيطة. يطرح فيلم مصري باسم عسل أسود هذا السؤال عن طريق طفل يسأل: إزاي علم أمريكا كان بيرفرف على القمر وهم قالولنا في المدرسة إن القمر ما فيهوش هواء؟ أولا وقبل الخوض في أي شيء، يجب عليك أن تعلم أنه من الخطأ الحكم على حركة أو ثبات شيء ما في صورة واحدة ثابتة غير متحركة، فعلى الأقل يجب أن يكون مقطع فيديو لكي يتم الحكم بدقة، فيصبح ذلك أول خطأ يقع فيه المشككون بصعود البشر للقمر. ثانيا، الشائع أن عامة الناس اختلط عليهم شكل العالم الظاهر في الصورة المتداولة واعتقدوا أن التعرجات في العالم هي رفرفته بفعل الهواء، ولكن هنا علينا طرح سؤال في غاية الأهمية، وهو: إذا كيف كان العلم مفرودا بهذه الطريقة إلا بفعل هواء حركه وفرده؟ الرد يتلخص في النظر في تركيبة العلم القمري أو Lunar Flag Assembly، حيث سنلاحظ أن العلم مثبت في قضيب من الصلب على شكل رقم 6، وهكذا يصبح العلم ثابتا ومفرودا كستائر المنازل. لكن عندما يحاول رائد الفضاء تثبيت العلم في أرضية القمر، ناتجت عن تلك المحاولة حركة عشوائية بسيطة في العلم اعتقدها الناس رفرفة بفعل الهواء، ولكنها في الحقيقة حركة عشوائية ستحدث سواء كنت على القمر أو على الأرض أو على المريخ. وبالفعل عندما نجح رائد الفضاء في تثبيت العلم استمرت الحركة ببطء إلى أن توقفت تماما في بضع ثوان، وهذا واضح جدا في مقطع الفيديو الذي تم تصويره والذي سيبث أمامنا الآن. وللبرهان على صحة هذا المقطع، قام طاقم برنامج ميث باسترز بعمل نسخة طبق الأصل من أعلام أبولو، ووضعوها في غرفة مفرغة تماما من الهواء مثبتة في جهاز حركة يتم التحكم به من الخارج، وقاموا بعمل التجربة بتحريك العلم حركات عشوائية وتركه فجأة، وكانت النتيجة مطابقة تماما لما حدث على القمر مع رائد الفضاء، ويظل العلم محتفظا ببعض التعرجات مثل تلك التي كانت في عالم أبولو. وهكذا تم الرد على أكثر المغالطات شيوعا عند الناس بالنسبة لصعود القمر الإنساني إلى القمر.